نجيب صعب، أمين عام المنتدى العربي للبيئة والتنمية. مؤتمر تمويل التنمية في العالم العربي يعقد، هو المؤتمر 11 الذي ينظمه المنتدى العربي للبيئة والتنمية. ما الذي يضيفه هذا المؤتمر بالنسبة للمؤتمرات السابقة؟ المؤتمرات العشر السابقة التي تبحث كلها تقارير يعدها المنتدى تقارير شاملة، بحثت هذه المؤتمرات في الماضي كل مشاكل البيئة العربية، من المياه إلى الطاقة إلى إنتاج الغذاء إلى تغير المناخ، ووضعنا دائما توصيات ماذا يمكن أن نفعل لتصحيح الأخطاء. ولكن بعد 10 سنوات أحببنا في هذا التقرير أن نبحث كيف يمكن تمويل هذه المقترحات، وقلنا اليوم دقت ساعة العمل للتطبيق. فإذا نحن نحتاج إلى تمويل مناسب للتطبيق المقترحات المطلوبة. نحن نعرف الآن ما هي المشاكل، نعرف ما هي المقترحات لحلها، ولكن نحتاج إلى تمويل. التمويل لا يكفي، نحتاج أيضا إلى سياسات وإلى برامج في الاتجاه الصحيح. أعطينا مثلا عن لبنان، في لبنان خلال السنوات 20 الأخيرة تم صرف مبالغ طائلة على قطاع الكهرباء كافية لإقامة خمسة برامج كاملة لكهرباء نظيفة وحديثة في لبنان، ولكن لبنان ما يزال في العصر الحجري في الكهرباء لأن هذه المبالغ صرفت في المكان الخطأ. فإذا رسالتنا الأساسية أن يتم صرف المبالغ في الأماكن الصحيحة، تحويل الموازنات في الاتجاه الصحيح. ورسالة أساسية أيضا أننا في كل الحالات نحتاج إلى مبالغ إضافية، ولكن الحكومات لا يمكن أن تؤمن هذه المبالغ وحدها، مطالب بإعطاء ضمانات وحوافز للقطاع الخاص للاستثمار في التنمية، وهذا ما يحصل في الدول الغربية. ولكن في العالم العربي وجد التقرير أننا مصدر للاستثمارات، حتى الصناديق السيادية العربية التابعة للحكومات تستثمر معظم أموالها في الخارج في دول أجنبية. فنحن وضعنا خطة طريق في هذا التقرير كيف يمكن أن نعيد وجهة الاستثمارات من العرب إلى الخارج لكي يستثمر الأجانب في الدول العربية، ولكن هذا يحتاج إلى ضمانات وحوافز. نجيب صعب، الأمين عام المنتدى العربي للبيئة والتنمية، شكرا جزيلا الشكر. شكرا لكم.